وحول هذه الزيارة معنا عبر الهاتف المهندس أحمد الخياط، وكيل الوزارة للشؤون الأشغال. أهلا بك سيد الكريم. بداية، ما هي أبرز الملاحظات التي تم رصدها خلال زيارتكم لمنطقة اللوزي المتضررة من تجمع مياه الأمطار؟ شكرا أخي العزيز لإتاحة الفرصة لنا لتسليط الضوء على أمر سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الله يحفظه ويطول في عمره. طول العمر طبعا احنا يعني حسب التوجيهات قمنا بدراسة وضع حلول مستدامة بشكل دائم للبنية التحتية في جميع المناطق وليس فقط منطقة اللوزي، بجانب مواصلتنا في تحديث وتطوير طبعا شبكات تصريف مياه الأمطار وتعزيز مقومات البنية التحتية بشكل عام بمعايير عالية حسب التوجيهات لضمان طبعا جودتها واستدامتها في آن واحد، وهذه يعني تتمشى مع الخطط والوتيرة في الإنجاز التي يجب أن يلازمها التنفيذ المتقن للأفكار التي تم طرحها والحلول المبتكرة في هذا الجانب. طبعا في يوم الثلاثاء الماضي طبعا بعد توجيهات سيدي مباشرة سيدي صاحب السمو قمنا وفريق العمل في الوزارة طبعا قسمت لأكثر من فريق بزيارة ميدانية مع أيضا سعادة المحافظ الشمالية للاطلاع على آلية التعامل في تجمعات مياه الأمطار، وقامت الوزارة بإجراء دراسات طبعا عاجلة للوقوف على أسباب تجمع مياه الأمطار وما شابه ذلك، ووضعنا الحلول وتم التوافق عليها. أما فيما يتعلق طول العمر في الأضرار اللي حصلت للمنازل لبعض المواطنين، أنا أحب طول العمر من خلال منبركم أن أطمن المواطنين الكرام المتضررين بأن فريق العمل في الوزارة تقريبا اليوم انتهينا تقريبا من حصر 85 بيت تم زيارتهم حسب القائمة المقدمة لنا من عضو المجلس البلدي الأخت زينب الدرازي، وأيضا احنا نستقبل أيضا الطلبات الأخرى، وتفقدنا هذه المنازل وأخذنا صورة متكاملة عنها طول العمر شنو الأضرار اللي حدثت للمنزل، سواء كانت الأضرار المتعلقة بالأمور يعني الأثاث وما شابه ذلك أو أمور أخرى طول العمر. وإحنا الزيارات ثق تماما أنها ما زالت مستمرة لحين الانتهاء من جميع المنازل المتضررة. طبعا في بعض المنازل يعني أصحابها ما كانوا موجودين. احنا فقط نحب نطمن الاهالي والمواطنين الكرام انه يعني هذه راح تحصر بشكل متكامل جراء ما حدث لها من تسرب لمياه الامطار وامطار الخير اللي هطلت على مملكه البحرين، واحنا راح نقيمها الان. احنا اخذنا جميع الطلبات هذه مثل ما قلت لك طول العمر، والمتبقي ان شاء الله راح نحصره، واحنا طول العمر راح نقيم هذه الاضرار بشكل يرضي بما يرضي المواطنين الكرام باذن الله تعالى. نعم. وحسب توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وراح يعوضون المواطنين ان شاء الله باسرع وقت ممكن. احنا ناكد من خلال ايضا منبركم الاعلامي يا طويل العمر ان الوزاره تحرص دائما على تطوير كفاءة البنية التحتية سواء بما يتعلق بالطرق والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار بما يتناسب مع التوسع العمراني اللي تشهده مملكتنا الحبيبة والاستثماري. نعم. واللي احنا قاعدين نعيشه بشكل يومي. أنا مرة ثانية أحب أؤكد طويل عمرنا توجيهات سيدي صاحب السمو نفذت على الفور، وإن شاء الله بإذن الله تعالى جميع المواطنين الكرام المتضررين في منطقة اللوزي أو في أي منطقة أخرى راح يعوضون بما يرضيهم بإذن الله تعالى وفقا لتوجيهات. نعم. سيدي صاحب السمو الملكي. نعم، شكرا لك المهندس أحمد الخياط وكيل وزارة لشؤون الأشغال، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.